مساكم الله بالخير. مع تقدم التقنيات الطبية تفتحت آفاق جديدة للتخلص من أمراض مستعصية أو مشاكل قد تكون أقل خطورة ولكنها كانت تشكل عقدة يصعب حلها. الجراحة التقويمية هي إحدى تخصصات الطب الأسرع نموا وتطورا، هي أيضا تحظى اليوم بحماس كبير من جهة المختصين والمرضى. أيضا الجراحة التقويمية طبعا ترفع اليوم شعار لا تشوهات بعد اليوم، لمناقشة مدى مصداقية هذا الشعار معنا في الاستوديو ضيفنا العزيز أخصائي جراحة الوجه والفكين وزراعة الأسنان دكتور أحمد الزحيلي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. سلام دكتور أحمد. يعني كيف يمكن أو كيف يتم قياس النواحي التقويمية اللي هي مرتبطة بجمال الوجه ومن هم المستفيدين من ذلك؟ طبعا لنبلش نعطي تذكرة بشكل سريع عن ما هي الجراحة التقويمية. هي عبارة عن خلل ما بين عظمي الفكين العلوي والسفلي بالوجه. هالخلل هذا طبعا ممكن يؤدينا إلى خلل وظيفي كمان على مستوى العضلات والمفصل الفكي الصدغي. هالخلل بيكتشفوه مثل ما قلنا أطباء التقويم، والخلل ممكن يكون بالمستويات الأمامية الخلفية، بيكون بالمستويات الجانبية. فأي مريض عنده خلل بالقسم المتوسط او القسم السفلي. تعال شوف انت الصور عشان بعدين ما تزعل منها. طبعا نحن نرجع نبلش بالصور اذا فينا في مجال نعرض الصور من رقم 9 اذا في مجال ممكن نعرضهم برقم 9، وفيما بعد رح نشوف المرضى تماما اللي ممكن يستفيدوا من الجراحه التقويميه وانواع الخلل اللي احنا هلا رح نعرضها بشكل كامل. المرضى اللي ممكن عندهم مشاكل بشق الشفيق وبيت حناك، المرضى اللي عندهم مريضة هلأ رحنا مثل ما عم نشوف عنده مشكلة بالفك العلوي أو القمي سمايل، في عنا بعض المرضى التانين اللي ممكن المريض إيه بس أنت لما تكون هذه العالية لثة أنت يعني إيش تعمل فيها؟ تقص اللثة ولا؟ رح نبلش أول بس بالصورة. أنا الأخبار تعرف ليش؟ لاني انا ابغى اسال اسئله المشاهد اللي قاعد الحين، بحاول اني احس احساس وبسالك فحلخبطك شوي. دخل معك انا ما في مشكله، بس حابب نبلش بس بالصوره رقم 1 و2 بس مشان نشرح للاخوه المشاهدين. طيب. كيف احنا بنقدر نعرف انه في خلل ب طيب نشوف 1 و2 عندنا بالمستويين المستوى الطولي والمستوى العرضي، هدول المستويين بنقدر نعرف تماما له المقاييس مرتبطه عنا. الصوره رقم 2 تعطينا ابعاد الوجه. احنا هون مثل ما شايفين مقسمين الوجه على 3 مستويات، الثلاث مستويات ما لازم يكونوا متساويين. المستوى الاول من الجبهه لعند العينين للانف، الانف لاسفل الذقن. الثلث السفلي يلي كثير هلا رح نشوف فيه مشاكل، فيه رح نشوف انه بالثلث السفلي من عند ذروه الانف الى ملتقى الشفتين لازم يكون هذا ثلث المسافة من والثلثين الثانيين من ملتقى الشفتين لأسفل الدقن. أي خلل بهذا الترتيب اللي احنا شايفينه رح نشوف بيتظاهر بخلل آخر على مستوى العضلات والفكين. الصورة اللي بنقدر كمان بالمنحة الجانبية ياريت نعرضها رقم 4 ورقم 5 كمان بنقدر منشوف مباشرة الخلل بالمستوى الجانبي اللي احنا كتير بنقدر على المستوى الجانبي نقيم الخلل هل هو بالمستوى المتوسط للوجه او المستوى السفلي. خلينا لا نشوف 4 و5 تماما. هلا هون عندنا بنسميه البروفايل تبع المريض. في عندنا الزوايا، هي الزاويه الجبهيه الانفيه، الزاويه بعدين الانفيه الشفويه والزاويه الشفويه الدقنيه. الزوايا هدول لهم مقاييس عندنا كمان موجودين كمان هلا رح نشوف بعد شوي. الاختلاف بهالزوايا هدول مباشره بيطرح على كوستشن مارك، علامة استفهام بالنسبة لنا، بنقدر ناخذ صور شواعية ونأكد وجود هذا الخلل ونحله. طبعا الصورة هي كمان كثير جيدة، رح نشوف بالمتوسطة تماما رح نشوف في خط مارق من الجبهة إلى أسفل الذقن، هذا الخط رح يكون مستقيم. الصورة اللي على اليمين رح نشوف إنه الدقن متقدمة على هذا الخط، معناتها هون عندنا الخلل على المستوى السفلي أو العلوي. بالصورة اللي على اليسار رح نشوف انه الدقن متراجعة على الخط اللي احنا راسمينه، فبنقدر نعرف انه كمان عنده المريض مشكلة بهالمنطقة هي.
هذا بشكل عام. هذول المقاييس اللي بنقدر نحن نشوفهم وهدول اول شيء بيقدر. طيب لا انا لفتتني الصوره انه اللثه. طيب اذا عند الرجل اللثه لما تكون عريضه، اللثه لما تكون عريضه نحن بنسميها جامي سمايل، بيكون عنده طول، بيكون عنده طول بالفك العلوي. طبعا الحل اللي هو طبعا حل جراحي، الحل الجراحي هو قص الفك العلوي ورفعه. كيف تقص انت هذا العلوي والاسنان ما تاثر؟ ما تتاثر اسنان، لانه احنا بنقص على مستوى العظم، في محلات معينه بنقدر نقص فيها على مستوى العظم. وطبعا هذا منشار، هذا ما عاد تماما بس هو طبعا طيب موضوع اسهل مما تتخيل. بس النتائج تجي بسرعه ولا ببطء؟ النتائج يعني مثلا احد عمل هذه العمليه بعد يومين ثلاثة يكون وضعه اوكي او النتائج مباشره يعني بعد العمل الجراحي بتطلع النتيجه. هلا بعد شوي رح نشوف بعض الصور اللي هن اساسا رح يكونوا النتيجه بعد ساعه من العمل الجراحي. نعم. طيب ما هو العمر المناسب لاجراء العمليه التقويميه؟ التقويم الجراحي بيبدأ بعد انتهاء فترة النمو عمليا. يعني ممكن ببعض الحالات انه نتداخل بتوسيع الفكين، اطباء التقويم ممكن يتداخلوا بتوسيع الفكين او كبح بعض القوى الفكية من انه تنمو. ففترة النمو الفكي، بعد فترة النمو الفكي ممكن نتداخل، ولأعمار كبيرة كمان. هلأ كمان رح نشوف بعض الصور مرضى عمرهم بالستينات سوينا لهم جراحة تقويمية. كسب هذا يا دكتور ماليا؟ المكسب الأول حقيقة هلا رح نشوف اندخال المريض اجتماعيا بعد العمل الجراحي، هذا رح يكون أول مكسب بالنسبة لنا. المكاسب المادية بتجي أكيد. تروح وتجي، أهم شيء الإنسان. عموما أيضا ودي أسأل عن الاستدلال الجراحة التقويمية، بخليك تعلق بالحقن بالبوتوكس أحيانا تجميليا، هل هذه حلول جيدة؟ الصور اللي عم نشوفها هلا كمان تعطينا المرضى نفسهم اللي هن ممكن يستفيدوا من الجراحه التقويميه. المريض هون بنسميه شفه الارنب، بيظهروا بعض الاحيان عندهم في ضعف بالمنطقه العظميه بالفك العلوي. هاي الامور مستحيل تكون ناجحه بالبوتوكس او بالعمليات الاخرى، لازم تدخل جراحي تقويمي. يعني المريض عنده مشكله على مستوى العظم الفكي والعلوي، ما بيقدر اي نوع من المعالجات الاخرى يساعده حقيقه الا مساعدات ناقصه. حابب انا القي نظره على الصوره رقم 15، يا ريت نشوفها. عفوا اذا ضلينا على هالصوره هي رح نشوف موضوع البوتوكس. المريضه هي الصوره اليمين للمريضه هي اخذت بعد 3 سنوات من الصوره الاولى، يعني بعد ما سوينا الجراحه التقويميه. مثل ما شايفين المريضه اجت على اساس تساوي بوتوكس لانه كان عم تحس انه عندها في مشكله. المشكله اللي عند المريضه هون انه عندها نقص بالتلت السفلي، مشان هيك حاسين مثل عندها كانه الوجه الختايره اكثر نقول من وجه الشباب. فبالصوره الثانيه مبين انه هي اصغر سنا بالرغم انه الصوره اليمين هي بعد 3 سنوات من الجراحه. في ممكن عندنا صوره اخرى رقم 15، يا ريت نشوفها. كمان مريضة هي اجت لتساوي بوتوكس المريضة. فبفرنسا كان في شيء اسمه تنسيق ما بين جراحين التجميل حقيقة وجراحين الماكسيلوفيشل، جراحين الجراحة التقويمية، فحولوها لنعمل عملية جراحة تقويمية. وهلأ رح نشوف بعد شوي كمان كيف طلعت نتيجة. فعمليا كان ممكن سهل جدا انه نحقلنا بوتوكس ونسمك للشفة بشكل، بس ما هذا الحل، رح نشوف الحل الأمثل بعد شوي. طيب يلا نشوف القبل والبعد، اعطوني الحالات سريعا تمر، راح نشوفها بعد شوي. نقول للناس على سالفة المسرحية ولا نقول لهم بعدين؟ المريضة هي اللي عرضناها طبعا قبل العملية وبعد العملية. نعم. المريضة هي كانت معانية حقيقة من مشكلة انه صار في عندها حرق وهي كانت صغيرة، فأدى الحرق إلى عدم نمو الفك السفلي، هذا هو السبب اللي ما عنده. نعم. صغر بالفك السفلي. هي بعد العملية والمريض هذا عنده مشكلة بشفة الأرنب. شفة الأرنب كمان الحل الجراحي كان حل رائع بالنسبة له. نعم. وهذا اللي عم نحكي لحنا إنه موضوع الاندخال الاجتماعي للمرضى بعد العمل الجراحي حقيقة بالنسبة لنا بشكلنا فرحة. هاي المريضة اللي اجت تحقن بوتوكس وتحولت للجراحة التقويمية، هاي بعد العملية. جميل. تماما. بحب الفت نظر انه هذا النوع من التشوهات
المريضة هي أخيرا عندها نصف الفك متطور والنصف الآخر لا، فحقيقة إذا شفناها كاندخال اجتماعي اللي كنا عم نحكي عليه رح تعاني مشكلة بأعمار المدرسة. المنحل كان كمان حل جراحي رائع. المشاكل هي ممكن تكون كتير مشاكل وراثية، فضروري الأهل ينتبهوا أنه إذا كان عندهم هالمشكلة وشافوها أنه ينتبهوا على الأولاد بالأعمار الصغيرة. نعم. يعني ممكن كتير تساعدنا بالحل المبكر. نعم، شكرا لك على حضورك استاذتنا أبو ظبي. نشوفك في أيضا حلقات مقبلة. شكرا لأخصائي جراحة الوجه والفكين وزراعة الأستاذ دكتور أحمد الزحيلي، ألقاكم بعد الفاصل القصير.